طيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا متابعين قناة الخط الساخن. اليوم عندنا حنتكلم أنا بأكل الكلاب اللي عندي إيش؟ إيش الأكل اللي ممكن أكلهم إياه وصحي ليهم ومفيد؟ طبعا الجراوة الصغيرة لو نفرض من عمر 15 يوم هي كده بترضع من أمهم، بس أنا ممكن أفت منهم أجيب بيض وأسلقه وأحط لبن زبادي وأخلطه مع البيض، أطحنه وأحطه مع الزبادة وأحطه في إبرة أو بحقنة وأروح مديهم إياه. طب أنا الآن بيني وبينكم أنا عندي الجرو الصغير سيمبا تقريبا من 3 شهور، أنا بأكله هياكل نية مو مسلوقة. لو مسلوقة أفضل، أنا ما بجيب أشياء نافقة، لا بجيب أشياء كويسة. بأكله البواقي حق البانيه، أنت لما تشتري بانيه أو دجاج صدور دجاج يبقى فيها بواقي كده، هم عندنا هنا في المحلات بيبيعوها، بجيب لهم إياه، هذا ما يكون فيه له عظم. كل ده أنا بجيبه عشان بس الجرو الصغير، أما البقية الكبار هم هياكلوا هياكل، أنا بأكل هياكل. بعمل لهم إيش؟ بجيب اللي هو زي البانيه ده الصغير أحطه وأحط عليه دراي، عندي دراي أحط عليه الدراي وأخلطه مع بعض، وأحيان أجيب عيش وأفته عليهم كذا، هو عنده وجبة كاملة. الآن أنا أعملها معاكم، أنتوا تشوفوا هذا الدراي، هذا الدراي اللي أنا أستخدمه الآن، معبي لهم إياه عشان أحط له الوجبة تبعهم وأخلطه بينهم عشان يأكل هذا مع ذا. طبعا أنا الأكل هذا مو كل يوم، يوم ويوم لا، يوم ويوم لا. اليوم اللي هو أنا ما أجيب لهم فيه له قطع البانيه أو الهياكل، أروح مأكلهم دراي سادة، طبعا هم ما يأكلوا هيقعدوا يتدلعوا، بس أنا مجبر إني أحط لهم عشان الجرو الصغير ده يأكل، يعني يمسك نفسه ويأكل. اليوم الثاني أروح جايب لهم الدجاج ده القطع البانيه وأحط عليه الدراي كمان عشان لو ما شبعوا يعوضهم حاجة بحاجة. طبعا اليوم أنا ما جبت عيش، ما عندي عيش، خلينا نسويها مع بعض. طبعا لا تنسى الاشتراك وتفعيل زر الجرس. طبعا القطع هذه فيها حيكون فيها كبدة اهي زي ما انتم شايفين، فيها قطع كبدة كمان اهي، قطع كبدة وقوانص واشياء زي كده كويسة ومفيدة له، احسن انا شايفها احسن من الهياكل بكثير، بس يعني احنا للناس اللي هم نقول ما عندهم. الان انا حطيت له شوية كده، لاحظوا انا حطيت شوية واروح حاطط له من الدراي بالطريقة دي، واروح حاطط له عليه مرة تانية عشان لما يجي ياكل يخلط هذه في دي، لما يجي ياكل ينخلط دي في دي وياكلها كلها مع بعض. احسن حاجة انك تقلب تقلب الاكل تبعه بحيث انه لاحظوا انا عملت طبقة وهذه الطبقة التانية، طبعا بطبعة هم الكلاب او الحيوانات اللي اكلت اللحوم بصفة عامة الوجبات المفضلة لها اللحم والدجاج. انا ممكن مثلا اقدر اكله دراي بس من غير حاجة، اقدر غصبا عنه حياكل، يعني هو حياكل حياكل غصبا عنه، لو ما لقى حياكل وحيتعود عليه. لا انا حب اشكل لهم بحيث انه في عندهم محفزات لليوم، انا عندي مثلا اليوم مثلا عندي دجاج، عندي محفز ليهم لما نجي طالع لهم وابدا امرنهم وابدا اتعامل معاهم، في محفز ان هم يشتغلوا معايا، في محفز ان هم يشتغلوا معايا. خلاص كده انا ظبطت له وجبته هذا الصغير، هذا الكبير بس انت وياه بس قلنا، واروح حاطط له برضه الدراي عليه اخلط له اياه مع بعض بس يا هيرو بس.
واروح حاطط له مره ثانيه عليه بحيث انه يخلط هذا مع ده. والان تشوفوا هم كيف ياكلوا. اعطيني بس 5 دقائق تلاقي الاكل هذا كله خلص. ليه؟ لاني انا باكلهم في الليل ما اكلهم في النهار، وفي الحر طبيعي انه ما ياكل كثير، طبيعي انه ما ياكل كثير. في ناس تقول مثلا كلابي الكلب ما راضي ياكل طب ما طبيعي عشان حر، فانت لازم تاكله في الليل. والكلب صفه عامه لو حطيت له اكل كثير ايش حيبدا يتدلع عليك. لما نشوف الاكل قدامه كثير حيبدا يتدلع عليك. انا لما كنت اجيب لهم احيانا مثلا ده الان 2 كيلو، لو جبت له انا 3 كيلو يبقى منه، جبت لهم 3 كيلو يبقى منه. لا لو بقي منه هذا غلط، لازم يشيل كل حاجة. ابغى الصحن النظيف، اول ما تشوف الصحن النظيف انت كده بطل. اول ما الكلب يبقي اكل اعرف انك انت ايه هتتعب معاه. لما يفضي لك صحنك ويخليه فاضي كده اعرف انك انت ايه مظبوط ومتحكم فيه مظبوط، شغال معاك حلو. لاحظوا انا سويت لهم اهي الخلطة السحرية، خلصت. هذا هو الطبق بعد ما جهزناه، هذا الطبق بعد ما جهزناه حطيت اول شيء القطع الدجاج تحت، وبعدين حطيت طبقة من الدراي، وبعدين حطيت قطع دجاج تانية، ورحت حطيت تاني مرة الدراي فوقه بحيث انه كلهم خلطوا على بعض. هو غصبا عنه حياكل ايه كله مع بعض. فانت في الصيف لا تشيل هم كثير، لانه هو طبيعي في الصيف انه اكله يقل. وحاول لا تكثر له وجبات، عشان في ناس تحسب انه هو لما يكثر له وجبات انه الكلب حيصير تخين ومتين والكلام هذا كله غلط. كله حسب نفسية الكلب. لو تلاحظ في الشتاء ممكن ياكل احسن، بياكل بألف مرة عن الصيف، لكن في الصيف لا. حاول قد ما تقدر انه في الصيف لو انت حاطه في مكان حر انك ما تأكله الا في الليل، لا تأكله الا في الليل. طيب الان نشوفهم، خرجهم الان ونشوف كيف ياكلوا، واحسبوا لهم الوقت اللي هم ياكلوا فيه. استنى الف الكاميرا. واضحة؟ نو. طبعا زي ما قلت لكم هم جيعانين، امس ما اكلوا الا دراي، وقبل امس ما اكلتهم الا دراي. قلنا نو. امس اكلوا دراي وقبل امس اكلوا دراي، فلهم يومين هم ياكلوا بس دراي. لاحظوا الان هم، انا هرفع يدي هيكون عيونهم بس معايا لين اديهم الامر. لاحظوا هم ساكتين، عرفوا انه هو انا ابتديت اديهم الامر، وعيونهم كلها مركزه معايا. لاحظوا ما في ولا صوت، مستنين ياخذوا الامر مني. يلا لاحظوا الان اهو، احسبوا لهم 5 دقائق ان شاء الله ويكون اكلهم خالص كله. فانت في اكل الكلب لا تخاف، ادي له اي اكل حياكل معاك، نوع له اكله، شكل له الاكل، ما راح يقول لك لا ابدا، بالعكس. الكلب الطفس اللي تدي له اكل ويبقى اكل ويسيبه، ده سيبك منه، جوعه
عشان يرجع يتعلم مرة تانية. روح مكانك هناك، روح مكانك. أكلة طبعا هيرو ده ميزته انه ممكن يتعلم حراسة حلو. لما نحط له الأكل ما يأكل، يأكل شوية ويقعد ينتبه للصحن تبعه، ولو أحد يقرب من الصحن يعني فيه له نزعة الحراسة، انه ممكن يحرس الحاجة أو ممكن يحرس الشيء، فيه له النزعة هذه، تلاقيه ما يأكل كثير، ينتبه يشوف بس انه ما حد يأكل من طبقه والكلام هذا. يلا كل واحد على ها، كل واحد طبقه، يلا خذ يا سيمبا. يلا انا طبعا حريص على سيمبا عشان جرو صغير، بوقف عليهم عشان ياكل حصته المضبوطة، عشان ما ياكلوا هم حصته، عشان ياكل حصته مضبوطة. ودائم زي ما قلنا حاول تشكل له الاكل، ادي له بيض مسلوق. نو تعال يا سيمبا، سيمبا لاحظوا لو معانا انتبهت لسيمبا وانتبهت على اكله، هم هياكلوا اكله كله. فانا زي ما قلت لكم كنت اجيب لهم 3 كيلو، كان يزيد معاهم، فكل مره يزيد رحت انقص لهم. نو قلنا ايه؟ ها؟ كل سيمبا لازم تحافظ على الكمية حقت سيمبا عشان ما ياكلوها عليه. فانت اشتري شكارة كاملة 20 كيلو، واشتري دجاج. تعال سيمبا، تعال هنا. نو هناك، يلا اشتري شكارة 20 كيلو، واشتري وابدأ شكله ودخل الدراي مع الأكل. ممكن أحط له مع لبن زبادي، ممكن أحط له بص أي حاجة ممكن يأكلها، أي حاجة ممكن في مخك ممكن يأكلها، سهل عليه، بس أنت شكله عشان ما يتعود على حاجة واحدة وبعد كده ما يرضى يأكل إلا هذا الشيء. الآن لو تلاحظوا أن أنا حاطط له الدراي وتحته في دجاج، والآن هو يأكل شوية دجاج شوية يأكل دراي مع بعض عشان يملأ له الوجبة مظبوط. ودائما أحط لهم عيش، ممكن أحط لهم عيش، طبعا أنا بنكلهم ني وأحيانا بعمل لهم مسلوق. لا تثبتوا على شيء واحد، يعني أول مثلا ما تجيب له مسلوق وما يرضى يأكله، لا خليك ماسك على المسلوق. نو خليك ماسك على المسلوق لين يتعلم عليه، بعدين روح غير له حاجة تانية. تعال يا هيرو، تعال هنا، خليك ماسك على المسلوق لين يتعلم عليه. نو هيرو طول فيا. نو خليك ماسك على المسلوق لين يتعلم عليه مظبوط. الان هم ترى في دراي، بس هم واقفين لسيمبا، لانه سيمبا جرو لسه اكله ضعيف فياخذ وقت فيله، فهم يخلصوا اكلهم ويرجعوا مره ثانيه يبغوا ياكلوا اكله. نو يلا هناك، يلا التويه، يلا هناك روح. فانا لازم احافظ على وجبته بحيث انه لازم ياكلها كامله. طبعا هم اسرع منه في الاكل، فطبيعي انه هو ايه حياكل على مهله، فلازم انتبه عليه. نو فكده. تعال سيمبا، تعال هنا، يلا تعال كل، يلا خلصت. خلاص سيمبا لين ما ساب الصحن تبعه اعرف انه هو خلص اكله كده. هذه الحلقة طلبوها مني ناس كثير، اللي هو كيف انا اكل الكلاب او ايش الاشياء اللي انا اكلهم اياها. اهو شفتوا ليش قاعد اكلهم، انا ممكن اكلهم اي حاجة، باقي دجاج، باقي دجاج على الفحام،
اي شيء عظام اي حاجه اعطيه له، لا تخاف عشان بطنه تتعود وعلى كل حاجه ياكلوها. وكده خلصنا حلقه اليوم، لا تنسى الاشتراك وتفعيل زر الجرس، واذا في اي استفسارات او اوامر حابين احنا نعملها مع بعض تقدروا تكتبوا لنا في التعليقات. مع السلامه.